الجهاد 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 انتهوا باب الجهاد تكبير الله روح اقول احسن لنا وضع البلد سيف فكل تفاعل خلصوا قيس الله يدور بالروح بالدم لبيك يا فلسطين بالروح سمعت هاي بدي اياها قوية ويا امد ضباط وحرس حدود بلاد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لبيك يا اقصى لبيك 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 يا اقصى لبيك يا اقصى Uluslararası Siyonizmin Akçelesi burada bulunan ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslüman kardeşlerim. المباركة المشرقة التي ما كنا نظن أننا سنعيش حتى نصل إليها، ألا وهي لحظة الانتصار لإخواننا في فلسطين لرجال القسام، وتلك اللحظات التي سيطروا فيها على المشهد جوا وبرا وبحرا، فهي لحظة كبيرة عندنا كنا ننتظرها من زمان. رسالتنا فيها إلى الموريتانيين كافة، ساسة وإعلاميين ودعاة وعلماء وشعب كله، بأن يقفوا مع إخوانهم في فلسطين بالدعاء بالمناصرة بالوقوف في الميادين نصرة لهم وتضامنا معهم. فاللحظة لحظة انتصار للأمة، يجب على كل مسلم أن يناصر فيها إخوانه. إنها اللحظة التي تهدمت فيها الصورة التي كانت تقال لنا، وهي أن إسرائيل القوة التي لا تهزم. انهزمت هذه القوة في لحظات،
وهزمها المقاومون الإسلاميون في غزة المباركة. جئت أقف هنا لأن هنا فقط هو المتاح لأن أقف فيه مع المجاهدين. لو أن هنالك مكانا أقرب إلى المجاهدين من هذا المكان لأتيته وأقفت فيه، لكننا نقف اليوم دعما لنفسيات المجاهدين، دعما للمجاهدين، نصرة للمجاهدين، قياما بما نستطيع أن نقوم به من واجب الجهاد المقدس. هذا اليوم يوم من أيام الله، يوم من أيام النصر المبين، يوم من أيام عزة الإسلام، يوم من أيام الأيام التي تثلج صدور قوم المؤمنين. نحن نرى الإسرائيليين المحتلين يهرولون مع أبنائهم فرارا من قذائف المجاهدين، فرارا من صواريخ المجاهدين، فرارا من تصريحات المجاهدين. فإن التصريحات القوية التي يؤمن أصحابها بقضيتهم ويدافع عنها ترهب أعداء الله، فهم أوهى من بيت العنكبوت. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، والعزة للإسلام والمسلمين. يا مقاوم شد شد، يا مقاوم شد شد، وقدر لي ما طالب لك، قدر لي ما طالب لك، وقدر لي ما طالب لك، قدر لي ما طالب لك، واللي بيقاوم ما بيموت، واللي بيقاوم ما بيموت، واللي بيقاوم ما بيموت، واللي بيقاوم ما بيموت، اللي بيقاوم بيعيش، اللي بيقاوم بيعيش، لتحرير فلسطين ودفع العدوان عن كل وطن العربي. والانتقام الانتقام 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 والانتقام الانتقام الانتقام الانتقام، هيا قدرهم على أسباب إلى مساندة الشعب الفلسطيني بالتبرع إلى حساب دعم الصمود مرة أخرى بجزء من دخلكم اليومي حتى نتقاسم رغيف الخبز مع
جرب جرب التطبيع، يا منظومة للتشويع، جرب جرب